إن شاء الله تعالى وحنكمل لابن آيات السديتة هي تضوء إلى آيات السجاشة هي أفر سورة النساء. سلام بينو دم ليس وإذا حييتم بتحية هذه سلام ليدك السلام إلى إسلام كالسلام ويسكول يهي تليدك السلام تكفي عنك السلام أما يدي وكلي الله لا إله إلا هو الله درتي ليس السلام أيه وكلدي وين الله قال لا إله إلا حق لقعاب دام مجر إلا هو إساقم وياي لا يجمعنكم لام تلام القسم ويو لو الله بيكدقنت لا يجمعنكم وإذن أرور وإذن كل من إلى يوم القيامة في يوم القيامة قيامها يوم كيس وإذن كل من لا ريب شكينكم مجر فيه في يوم القيامة قيامه وحشك وكتير ما ترى إنه لعيه تدك كشك سنن وعقلي ولا يلوي عقلي لا ويلوي ومن أستق ومن أحد كيف أستق كف بدن من الله ألا حديث حديثا حق ورك ورك يا الله كر بدن عندنا الله وأقول بدن وين مرك عليه فنتي سساعد وركي صدني فنتها وحليه ولسكن كين ولحكم دولي قيامه لسكن كين دولي marka waxay ka dhigantahay meeshaas aad tagaysaan oo ku dambaynaysaan waxaad meesha la tagi lahaydeen sidii aad garaysay way sahay qaata shirka waxaad la tagi lahaydeen waxaad shirka la tagtaan u baahdina fici hadda idinkoo fara madan tagtaan khalas way ku dhamaatay meel loo ka amale meel wax laga yamaado male meel wax laga soo iibsado male macnuhu waxa way qiyaamahi baad tagaysaan u sahay qaata way allahu la ilaha illa huwa qul ya waxay ku fasireen tawxiidka taxriifiyay الله لا إله إلا هو لا إله لا وجود إلا هو بينه ألم يسير سب وحجر مجرين وحيكوضا وحل إله ذو وحدة الوجود وكلاء الله لم يدو بخلقك بيكوضا مرك خلقك واصفه الله كلك باجر وقل ذا لا إله ذو وحدة الوجود ثلاث وكلاء مرك لا معبود بين الله لا إله إله معنيس هو معبود التأله وعباده وتوحيدك اللي يسكوها يستو إله نمد هو واحد اللي يسكوها يستو خازق نمد أما رب نمد اللي يسكوها يستو قال هذا مدد لنا ربك خالقيني يهي ورازقي يهي ووحنا ندي له وحنا نولا يوم مامولو واحد ديدني سيري سبب مجره وحالا ديدني يهي الله كريد عبادة أهل السيد لا إله إلا حق لعبدا سيري سبب مجره إلا هو أعلم وياني لا يجمعنكم وإذن كل من إلى يوم القيامة في يوم القيامة حروف الجر ينوب بعده عن بعض حروف الجر ويكال النائب الغمين إلى أب معنى في أوين إلى يوم القيامة في يوم القيامة إلى ظرف بيق الشيء ظرف مره بيق الشيء إلى ذو في بين الغنيس في يوم القيامة بأل إذن كل من أجل لا ريب شكينك بشر فيه في وقوع يوم القيامة يوم القيامة إنه دعي أتشره شك ملك ومن أحد كيف أستق كرف بدن من الله ألا حديثا حق ورك يا كرم بدن أليه وركي سفنتها سيدن كليه ألا وحلي فما لكم هائدين هذا يوم تجادلون قدو ديسا في المنافقين المنافقين ته فئتين اللي وقل حلائته اللي وفرقوا والله ألا أركسهم دبوا عليه بما كسبوا بسبب ما كسبوا وحي كسببين سببتي سؤال دبوا عليه أتريدون ما وحد دون إنسان أن تهتدوا إن أذهانوا إنسان من أحد أضل الله ألا ألمي إن أذهانوا إنسان إن أذهانوا إنسان معنى ذو حوي إن إذنك تذهانوا إنسان ومسلمين كل شيء كتان ميادرتان ذاتك ألا ألمي تد ألا الضلال كل حكومي يأذنك هنون إنسان والإليه لما قال ما شاء هاينو وقال يأتي مركي ورم إسلام لماذا قاتلين وسوه جلودين وإسلام بانو نهي دهلين oo ay marahan madina qarkood imadeen haddana dib u noqdeen way dib u noqdeen markaas ay ku murmeen saxaabadu waxay leeyeen waa muuminiin bay qoliyay yidhaahdeen qoliyana ma aha waa munaafiqiin bay yidhaahdeen maxaad ugu murmeysaan baa la yidhaahdeen murankaba maxaa keenay inay munaafiqiin yihiin hadal baa ka jiro dad intay islaamka qaateen oo islaamka u yimaadeen insana dib uga noqday islaamnimo xaqiiqo doonaya way marka dad Allah subhanahu wa ta'ala dalal ku xukumay idinku way hanuusan yihiin hadheen Allah ma hal murmeen Allah ma la murmeen badba waxaan xusuusnahay nin dadka la siyaarta ah baa isagu hadal xun xun ku hadli jiray
يعني قال بنا هيو كله يدك أنا وقال سواح ساس وكهل لشيء بركة قليا وحنك يقول يا يقول ونك أنا وولي وحنك ونك هذا قال بنا هليه الله قال وما يقان وولي الله وولي ويقان كعارودة محددك هذا أولينه الله ولا مر ما يسمى بري قلقوه بركة قف الله الضلال كحكمي أدوه هنسيه هذه وحد فات راعي شقدي في هوسه هيو ودليش ومسلم له ومؤمن له بركو في عينه بركو حيه لكن أدوها كبين أبو رنين الله كهر منين الله وحب إيقا نوا قوزه ويمانه فما لكم حيث من سبنا ضيو تجادلون أقوم رميسان في المنافقين منافقين تفئتين حالا الله بفرقتهين وقالنا لا ذهي قولنا سوى مؤمنين قولنا ومنافقين إليهم هذا قوم رميسان ومنافقين هو أنت إسلام كوانو قليلان مثل الدب النقضي هذا قوم رميسان والله الله أركسهم دبع عليه إلى بقى دبع عليه كوا ألا دبع عليه ومؤمنين كوشا بما كسبوه وحي كسب دي سببتي سدن بقى اللي ما دي سببتي سي إسلام كي كان نغدين تريدون موحدون إسان أن تهدو إنا تهانون إسان بمعنى أن تحكموا بالهداية هانون إنا كحكم تان ميات ربطان من أحد أضل الله ألا أولميي يا إدوكو مهددين كوشي إسان ومن يدلل الله قفك ألا اللوميو فلن تجد أهل ميس له قفكاس سبيلا وضوء هذا سلعني ماذا كسو قلس قف الله باللوميه واللنسان وشيطان دوف صدي بريقاء دقوة مسلمة أتكتل هذا مهل يسيد بني محاقاته تحرع إلا سلعني ماذا قفك هذا سلعني ماذا كو حكومة يسا وين بريقاء هايس إساقو التكبات عركتي إساقو التوحيد سنبات عركتي إساقو قرآن قريبات عركتي إساقو الصدق الله بحبات عركتي إساقو سلعني قفك هذا بريقاء هايس هذا سلام كوشيك لكن قفا خير بلهين هذا دو الإسلام كشيء يسوي كشيء الإسلام قفا خير لهين ذيك على الله واتكون فيه وح الله أيق نوا قنصو قف البوح عليه هذا دليشناه عمل كيس دليشناه ومن يضلل الله قفك الله اللميه فلن تجد أهل ميس له قفك سبيلا وضاء إلى الهداية ودوا ولبوح يجعلهم لو تكفرون هداد قالوا بذا بيجعلهم كما كفروا سيدي قالوا به وفتكونون أدهاتان سواء كواسمان قفوا لعملك إساقوا هيئة ودارتي يولاك علي هددك ودنين صور رعان هددك أين صور رعان عملك عبال النغم وفقوا عمل قارة هدوك بتوددك كلا دلع الكلا اللو بدني هاي عبتي ساموه غنيس لكن واحد سمي يدد بدني هدده كبيران هدد وينه يقول لمده عبتو قضان ما يسوى وحان اللي إلى الرجل يهدر باختياري قفك عقل إيسا يدين تيسا وحالو إيغا عدنا بأدوه ويديني وحو دارتي قفك هدو مسجد كإيو إمات فيسا إيو صلاة إيو دارتي ومؤمن هدو سوق إيو ميلها إيو بوق إيو ميلها دارتي إسلامي مدوها كفوك الرجل ينظر باختياري قفك وحو دارتي كليه كو قياس عقل قيسي وناقيس قف يعني فاسقنا وعاقل هدهن عقل ملك الدنيا دو كشقي سيقى النار لها داد دم علينا دمانتا وشقي سيقى النار له سيدا وحلو عنو يقى الناس سيدا أفمشار لمدو يقى النار لكن في عيها يهدين عاقل ماها قفانا العابد ودوا وحي جعليهم لو تكفرون هداد قالوا دان بيت علي كما كفروا سيدا يقالوا ذي وفتقولون أضهاتان سواء كواسما داد كالدروغة سيالتي وحي جعليهم دروغة دي الله يستعماله dadka ka salaad la way aan salaada tukan waxay jecel yihiin inaan la tukanin dadka wax booba waxay jecel yihiin in wax la boodo maxaa sida maxaa keenaya haddii kaligood ku noqdaan deceebaalay noqon waa la soo qaban haddii kaligood noqdaan allah wuxuu leeyahay fala tattakhiduha kayalanina kuwa noocaas minhum xaqooda fala tattakhiduha kayalanina minhum kuwa dhinacooda yacni dad kamid awliya asaxiibaha kayalanina hatta yuhaajiru ila isoo hijroodaan في سبيل الله ألا درت أسوه جلودان صاحبها كاردان قال هذا الغمر بما وحاوين قال إن تيدهين إسلام ما قادرني أسوه جلودان ويلي قال هذا الشيخ يعني مارك قفك إلى أسوه جلوده صاحبها كاردان مارك هجرة برقات شوكت وحايا هاي الهجرة إلى المدينة مالك استبق قفك هكي من دي أما مكاها كتغو أما مالك دار كفر إنتو كتغو إنو نبغ أتغو هجرة داسنا واجب بيا هاي مارك إذا هجرة داسو ويجو شتغو لا هجرة بعد الفتح بنبي مر هذه مكان لفرتي هجرة اللي هجرة ده ما تبتوا مكان اللي هجرة تاسو مكان كلي يكون قابنا لكن هجرة ده هذا كتاب وحوي دار الكفر ولا هجرة هذا قف إسلام ماذا قاطه قال هذا يوند أحد دقينا ما الإسلام شو جهته قالك هذا الكيسية هجرة ده كليه كتاب وحوي المهاجر من هاجر
عن السيئات مهاجر كنبتي وحوي يقف حمانة كهجرون مركا دو قولي قاقة شوق مهاجر نخو وحمانة كهجرون سياد هذا الكي نبقى أسوى قشو مركا هجرة دي بريقا شرتي وحيا هاي الهجرة من مكة إلى المدينة بيا هاي مركا دادك بريقا إسلام بانو قادن يلي ولكن سو هجرون إسلام مدو دلسكو مهوين وحوي عرب في هرمي قاقة إسلام كقادتين إمادة مدينة سو هجرون هدي كالي تي عرب تهرمي قوم بعد كميتين وغنيمة وحبكم اللي هدينو إسكشاك تأيدين كوياه وكا الله حولي هاي فلا تتخذوها كي يلانين منه كوا عن إسلام كالسود دين أولياء صاحبها كي يلانين حتى يهاجروا إلى هجرودان في سبيل الله إلا درتي هجرودان وحا هذا إن بضل لقاها الله داد كان يورب آدي يبارك يورب آدي دل كان قالبها لبس يوضن باللوتها قناعسي والوتي كرا والأقول يحن قناعسي اللوتها إن دعوة يدين فافين لو تغنى والأقليها لكن إلا لدك ويأدكتها وكما لهم هافعنا الله إددك إن اللوفة يا مسلمين تاهي إن النيودان إن إددك وحصوها نوليان إدد بضنها نوليان بالهن فبتلوح على ليه الصومالي دو إنتا الصومالي دو آد حقا أتغن إددك إسلام كا يورب توقع هوين كودو محجابان شرين يا مسلم كي الصومالي بحجاب قوه الرسالة قوليه وأمن قبو وين أمان وين وين والصومالي دو أمانتها الصومالي دي بأود حجابتي marka dadka gaalada tagaya ama daacwadniyo ama ganacsi laakiin aad dhigdagto waa laga ficayna dibka kale soo baxay wuxuu ahaa arurti xaga lagu dhalay ama iyagoo yar yar lagay hidii iyo dhaqankii halkaa bay qaatay oo xataa hadayna gaalaan u nahay dhihin waa iska ibaaxiyin weeyo wax walba labadiba u sanay islaamti iyo wixii kale yaa isugu mid noqono waa iska caad shaqo haddu indhahaaga ku bato dib kulama leh allah wuxuu leeyahay fayn tawallaw haday jeestaan oo xaqqa diidan وإسو هجروا وإيانو إسلام تكسو بيري وإيان فخذوهم قبقبتا واقتلوهم لايا حيث وجدتموهم ملك السوط كهشان حل والحرم حل والحرم ولا تتخذوها كيا لنين منهم حقودا وليا صاحبها كيا لنين ولا نصيرا قرقانها كيا لنين قفك إسلام كالديلي وإسلام كاللدك وإيان وحكا الماء هو الديسان قيمة ملك فشلات بكيرين قفا المسلم هاي نهدو إسلام كنتي ما دكا الملا ويديسو خيارك قول الله ما هي ولقال رالي كان نغل ما هي الله حولي هاي فإن تولوا هديج يستان مرتي حق الله غيره فخذوهم قبقبتا واقتلوهم لايا حيث وجدتموهم مشات كه شامبا ولا تتخذوها كيا لنين منهم قوى حق ودا وليا صاحب ولا نصير قرقاري مدنا كدنا فراك غد وحوك تاري ما هي وفشلين هاي إلا الذين كوا مويه يصلون لحريري أو صاحب الله لقبيلة معناها إلى قوم 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 كاسوا بينكم إيه وبينهم إذنك إياغا نحضوا ميثاق بلاني أيتهاي أو جاءوكم إذن يمد حصيرت حالي كعليد ينتهي سدورهم قلبي يالكوض أن يقاتلوكم إنا إذن لدك علمان أو يقاتلوا أي لدك علمان قومهم قوم كوضا لدك علمان الله عليه وحال الله وحي قال هذا أركتان بلا قبطة إلا ددك رير كودة هشيس كالتين مويان قد ددك قالده إسكدكن وندقال إذن كووني وبالان إذن دحيس وحي إياقوه اللقاء أركو للاين ماهي وحاكلوا للاينين كوة قبي قودة ما أندقال دونا هين إن إسلام كالدقاء الله نمرهبان قوم كودة إن اللدقاء الله نمرهبان مركا ددو حاكري مركا مدينة جمادينة مسلمان هاي بايدين وساسي كتشوغي رير كودة مركا يتقالنا قالن لماذا ذي بعدي سنيا واحد ثمانين إنه قلدهن اللي يدوبين قلدهن اللي يدوبين بس كوان والسكدين ولا لين ما هي فلين ما سيدا أوجي سمر هذو تفوح الساعي هاي وواحد بقى الله جف فلينين واحد بقى تمر إلى الله يم أهون إسلامكم مر لين يدرى دبى تونين إسلامكم مر بقى إلى الله يو وليها كده جنين يا صاحبه قال هذا إلا الذين كوا مويان يسلون الله حريري وحرير له معناه لغرابا إلى قوم 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 كاسوا بينكم إذنك إيا وبينهم إذنك إيا قد نحضوا ميثاقهم بلاني آيتهاي مر هدي أدقوم كود هشيس لاتهين وحي دادهوت كاركتان هاللينينا بلانتها برينينا أو أمس جاءوكم إذيهم حصيرت حالاي عدير ينتهي سدورهم قلبي الكود محيك عدير ينتهي من أن يقتلوا من أن يقاتلوكم إنا إذن لدك علمان بيك عدير ينكم فرح سنة مدون يعني إنا إذن لدك علمان أو يقاتلوا قومهم تلقوا ديني لدك على مانا قلبي قد وكعلي مرة مان ومركا إسلام كوي مدينة ويوافق مركا يقولوا دي أتقال نصيري بيسكنوا غنيا
marka sidaas hayeelina lay kuwa halaynina maxay daanu laynayn walaw sha Allah Allah hadu doono la salatahum wu ku diri ilaa calaykum dushiinu ku diri ilaa falaqata lakum idin la dagaalami lahayn macnuhu waxa weeye sharha ka kicinay dadan inay idin la dagaalamaan rabin idinku dagaalka ku bilaabina ilaahay idin ka joojiyay oo inay idin la dagaalamaan ka celiyay inuu idinku diri uu heli karay marka marba hadii Alla idin ka celiyay idinku dagaalka bilaabina way oo dagaalka ku bilaabina dadan idin rabin ba inay idin la dagaalamaan dagaalka ku bilaabina siyaabo kale loola heshiiyay oo waa lala xajoon karaa qofku haduuna dagaal doon ahayn gaalbaha ahaadee ولا لا حجوم كرايو ولا له شين كرايو ولا لا معاملونه هشيش بالله لا قادن كرا مركه دد اي سوره قال كو تا ان اد لهشيسو دغالدو هكا كعين الهي با كا عليه او الهي با نعمه الله له ولو شاء الله الله حدود دونه ددكا هلا دغالمين لا ليهي الله حدود دونه لا صلاته بو كدر الله عليكم دشي نو كدر لها فلقاتلوكم ويد الله دغالم لها مر هدي الله با ايدين كا قبتي ديدين كو دغالها كا رادينين وي فين اعتزلوكم haddii idin ka dheeraadaan oo dagaalkiina ka dheeraadaan oo falam yuqaatiluukum aanay idin la dagaalamin oo wa alqaw ay tuuraan ilaykum xaqiina assalaama nabadgelyo ay u soo tuuraan xaqiis yaani ay nabad assalaamu calaykum hayna ilaadin islaamnimana ma aha nabadgelyo idin diide war nabad baanu nahay bay yidhaahdeen fama jacalallahu allam mayyilin lakum idinka idin mayyilin sabiilan wado calayhim dushooda wado aad kula dagaalantaan ma jirto hadday idinkaba fogaadaan oo ay dhulkoodii iska tagaan oo wax dagaal idinku soo qaadin nabadgelyana ay ilaamiyaan oo yiraahdo war nabad baanu nahay hadna la ogaado dawadaad kula dagaalantaan meesha ma joogto alhasil waxa weeye islaamku wuxuu rabaa sharka in la kiciyo ma rabo islaamku waxa lala dagaalamayaa waa kuwa shardoonka ah kuwa dagaaldoonka ah kuwa dacwada inay hor joogsadaan raba kuwa dhibaatada raba oo gumaadka raba kuwaas lala dagaalamayaa laakiin qofku haduuna dagaal ba rabin gaalbaha ahaadee si kala badinta loo gaarsiin karaa kuwaas aad u fiican inta la dhexdaba hadda gobolkeena oo kale dagaal laguma keenin diinta waxa weeye culimada inoo timid iyo dad ganacsayaadahoodo in soo gaarsiin in ka soo gobolkeena nabigu oo jooga diinta bilowgeedii uu yimid laakiin inaga bilmetel waxa weeye islaamnimadu waxay nagu soo gaadhay si dabacsan oo fiican waxa weeye gobolkaanu dagaal doon ma ahayn waa yaman oo kale inaga yaman baa isku dhaqana yamoo weligeed dagaal ma ayna gelin nabiga dagaal lama gelin islaamka dagaal lama gelin waakiin nabigu lahaa qeyra nada marka nabo yamoo bayno nahay inagu markay xagga dhaqanka la yiraa mid kale day carabiga waxay u dhawdahay barigi saylul carabti sadul marab markii uu burburay carabtii kale ayaa cadiga qaar madiina u kacay qayb ka mid inay dhulkeena soo galeen aad bay soo ragal tahay waayo af soomaaliga haddaad raacdo waxa weeye ilaa 150 baan ku qiyaasi lahaa inuu carabi yahay af soomaaliga asalkiisa saasaan ku qiyaasina marka inagu yaman baynu la xeer nahay wax dagaal inaga inagu soo gaadhay dabacsanaanta waxa inoogu wacan waxa weeye dagaal inaguma imanin marka macnaha dadku haddayna dagaal doon ahayn dagaal ku bilaabin adigu weeye macnihii fa in ictazaluukum hadday idin ka dheeraadaan oo falam yuqaatiluukum aanay idin la dagaalamin oo wa alqaw ay diibaan oo soo ridaan ilaykum xaqiina assalaama nabadgelyo ay diibaan oo war nabad baanayna gacanta taagaan فما جعل الله ألا ميل لكم إذنك أميل سبيلا ودع عليهم دشودا قد كل دغا لنتا مركا كو كلن ولي نوت المال مر قولدي ان دغال دون كا هي وكا ستجدون واد هلي انسان واد اركيسان معناها اخرين كو كلي كو سو يريدون دونيا ان يامنوكم ان اذن امن جليا وين وخبا اذن يلين ويامنوا قومهم تلكودنا اي امن جليان وين ايغنا وخ يلين kullama ruddu markasta oo lagu celiyo oo lagu sasabo ila fitnati gaalnimadii urki suufiha waa lagu celin kara kuwa iska qalbi nugul laakiin idinkana dagaal idin la rabin sheerkoodana dagaal la rabin laakiin jilicsan baa jira kuwaasuna way jiraan marka waxa weeye kuwa noocaasa oo gaalnimadii lagu celiyo ay dhib yar tahay sasaba sayna gaalnimadii durba ugu noqonay gabadhi hadda la sheegay waxa laga yaabaa inay u nagu shaay inay durba noqoto hadday dhibaato ay ku dhacdo marka kuwa aan dagaal doon ka ahayn oo nibdoon ka ahayn laakiin nugulo la sasaban karo la duufsan karo si aan cid kale u duufsanin idinku soo geliyo sasaba la leeyahay macnihii wey si aan cid kale idinka duufsan waa dad jilicsanay dadka jilicsan waa sidaasoo kale satajiduuna waad heli doontaan buu alla leeyahay aakhariina kuwa kale kuwaasoo yuriiduuna doonaya an ya'manuukum idinka inay idin aamin geliyaan wa ya'manuu qowmahum tolkoodna ay aamin geliyaan kullama ruddu markasta oo lagu celiyo ila fitnati fitnadi gaalnimadii
أركسوا فيها والوعلين كرا أركسوا والوعلين يا فيها دحدنا مركب فإن لم يعتزلوكم هدينا إذن كرنيرانين قولي إذن كبحين أو يلقوا أي نفيدين إليكم حقين السلام النبتقلي أي نفيدين يلقوضوا وحيكوا عطفان تهي يعتزلوا ذا مجزومك فعلك مجزومك ولم تجزم سي يلقوضوا كوا عطفان تهي ولم يلقوضوا كرنيرانين تهي أو يكفوا أين قبنين ومنعين أيديهم كعمه هذا ويدقال إذن لسوا قلان فخذوهم قبغبتا واقتلوهم لايا حيث تقفتموهم مركز صوت كلكم لنتام بأل الليل الله سبحانه وتعالى وحليه هاي قلدي الدقالك إذن كديسي وإذن كفقاتي وإن إذن عدنا بالله الدقال من هرطا إذن ندها الله الدقال منه هايه فإن لم يعتزلوكم هداني إذن كفقانين وإذن كديراني إذن كالسوعمين أو يلقوا أي نفذين يلقوا ذو لم يعتزلوا إذن كوقوا عطفانتا يلقوا أي نفذين إليكم حق إن السلام النبتقلي كينين أو يكفوا أين منعين أو قبنين أيديهم كعمه هذا وفراه إذن كسوا التاقان فخذوهم قبقبتا واقتلوهم لايا حيث ثقفتموهم ماشا تقولكم لنتا هذا يغفراه إذن لسوا قلانو إذا بسوا أيان إدبية أو كهرتاق هدينينا وولايكم كواس جعلنا وحان أيال لكم إذنك سلطانا دليل مبينا وعد عليهم دشود على قتالهم قلدي هرواك الليل ودى إذن مفرع مرهدي إذن كفو قادان ودقال أين ماشا كينين وحاد كل الدقال لا تاني مفرع لكن هذا يوم دقال كب اللابان وحوي هرأي إساق علي وي معنو وحوي ظالم الإسم اللي بوي ظالم مركا هلا الظلقة تلليه قفكو الظلم جاهرة ظلم عدان وعين عن الله إيمانين إساق لدب مركا دعي هدوية يا الله ظلق هذا لكن هذا الظلم عدى يستوى والإسق علي نسان كان لقول نفهمون الله وحوليه هاي فإن لم يعتزلوكم هدانا إذن كفو قانين أو يلقوا أي نفذ إليكم حق إن السلام النبت قليو ويكفوا آنين منعين أيديهم قعمه هذا وإن إذن كعلنين فخذوهم قبقبتا واقتلوهم لايا حيث تقفتموهم ملكا صدقوا لكم لنتان في الحل والحرم وولائكم كوى النوع عاسه جعلنا لكم إذن كوحان أيا لعليهم دسوا سلطانا حج مبين ونعضت كل الدقاء لنتان وما كان الله وما كان وما السبنا وما نصوبته لمؤمن قف مؤمنة أن يقتل إنو الدلو مؤمنا مؤمن كلا إلا خداع قف مؤياني إنو قف الدلو واسو رجال سو اسم حكمه ومن قتل قف كي الدلو مؤمنا قف مؤمنا قف كي الدلو خطاء قف الدلو فعليه دشي سوحاء تحرير رقبة الدون حريتي الطور حريتي مؤمنة أو مؤمنة إي ودية مق مسلمة لورديبي إلى أهله قرابتي في اللورديبي إلا أن يصدقوا إن الصدق يستان مويا وأن يكون ليس الإلهي مويا مركة قفتة وحلقت الماما بالمثل وإن فوح وحكى لأكوني بالمثل أغاري وحبو التوغني فوح ما يكون لعن أما وحوي فوح وحو ناف حولي وحبو يوذي ويكون لعن أما وح أن وحدلين بالمثل أولي روكا لأيه يكون نفتوح وألا كفتني أدوا إنه نفوح ذل في سأو قستين قفت واسدا مرك قف كمؤمن كاهي مرك وقف وحكود له تحرير الرقبة وحق الله الله وأقول إنه قرح ريو وحوي أم أمك بحيبه وضد كلها وإنه قرن حرية مجن بحيه هذا أنا كوس صدقه هذا كوس صدقه إنسان واسع صدقه وحلوه بحنايا وبرهن إن ضد كوس عفيان هذا إلى وحي مجن كقولهم بسوي بدك له هذا قفك قفت وحكود له تلقي بالقول إياه يسوي حبل أمك تلكي باك بحنايا مركز سيدا مكتر الله بحية تلكو هدو بحية قرابة دي سوية كإساقا وكشد لي كيلي با لقرهبا لكن كقفت وحد لي عاقلة دي ستلكي سا لقرهبا وحاكلو تشير عمر بن خدام سمي ديوان ووحن قارن وذاك تليلا عمر بن خدام با سمي بقال لدن دي حافظة اللي حادة محافظة شناد با وحي كوه شينيا إني مكتر الله وضبحان تدك العرسان دي قيمة با الله بحينو تدك قيلة يقول هلاد وهي وحاول الرجال يقول كهلال عبد المطلب نبي أوجي يا وفن ليه ذلك التبوي هذو يشوفينه متجورعه وحاول يوقر في ذلك تبان كي ويصدق قار نبي أبيه بصوب حي هو عبد الله بن عبد المطلب مرك عربتي بقولها ليش بقول هلال كفرها وقول هلال بكفر نبي ابن الذبيحين واكل إياه ابن الذبيحين لبدل الجورعي لما جورعين الجورع على الله مر مرسدي وأبيه عبد الله إسماعيل ابن الذبيحين مركب بقول كهلات بالله بحنايا لكن تدخل عكسه
وقل كانوا بالقيمين برجاس صحابة شوكتي لبيه تون كنوا دين درهم والعكس عراقي فارسة أما كن دينار والعكس فيرهم يشام يا مصر مدهام ببرجاه هذا بالقيمين يا بقول كي حالات بالقيمين جاد القياسي وحين غنيشة بقول كي حالات إلى كنت كنوا دولار ملهاس يين غنيشة قياسي يين غنيشة وبي الله وحليه وما كان أمرن أنتو وما صوبته قينون معها لمؤمن قف مؤمنة أن يقتل إمدله مؤمنا قف كلو مؤمنة إلا خبأ أن قف مياني قف هدود لدى قف اسم حكم الروحي ومن قتل قف كيد لمؤمن قف مؤمنة خبأ أن قف أدلا فعليه دوسي سوحا تحرير الرقبة قور حريكات مؤمنة أو مؤمنة هي ودية مد مسلمة لودي بإلهي قعنت لك ساري markay nagu hada sida inuu magta u bixino markii qof mag laga bixiyo agoontii lama seeyo waa la la qaysada adoontii waa la la qaysada iyo tolku qayb booleeyahay taas waxa kalifayaan u maleeynaa isagu haduu ilmaha agoontii magal waa la la bixiyo laakiin magta abi hadii la qaado waayo isagu iska qaato magtiiba kaliigi laga tagi marka waxa fiican in marka hore tolku ku heshiyaan oo la yiraa magta intaynu wada bixino ya agoonta wixii agoonta ku dheer u dan yahay ee magtiha aan sida ku qaysano in qaaran wadaag meeshii laga soo saaraa wanaagsan illaa ya sadaqo inay sadaqaystaan mooyaan ee fa in kaana hadu ahaaday ee ninkaasi waxa kale oo jira muurad jira oo istidaamka wax leeyahay gabta waxa kamid ah bil matal laba qof oo laba baabuur wadataa isku dhufatay laba doonyood ba isku dhufteen mid walba mad baa lagu leeyahay way dhinteen labadeeba kana qayb baa la bixin kana qayb baa la bixin laba faras sidoo kale wadi baabuurtan hadda inaga ah dhibaato badan baa ka taagan xaqdarra wax lagu kala qaataa baabuurku nin baa baabuurkiisi uu wato nimuna raali ka ahayn soo fuulay markuu ka dhacaa laleeyahay adigu magti bixi ama baabuurkiisi baaba ka gadoomo ka burburin oo isaga laftiisa inuu ku dhinto laga yaabo bixi baa laleeyahay maxad baa sidaa waxa weeye baabuurku haddii wadadii la rabay uu hayo wadadii la qaadi jiray uuna ka leexan isla markaana xawligiisu sidii caadiga ahayd uu baabuurku u socdo qofkan baabuurkiina baabuur yaqaan iyo lagu ogyahay inuu baabuurka yaqaan ruuxi ka dhaca waxba laguma la wayn hadduu gadoomana waxba laguma la wayn waa hubaaltaas laakiin qofka hadduuna baabuur yaqaan ahayn ama wadadii la mari jiray aanu marin ama xawligii lagu socday xawl ay ahayn uu ku socdo waxa weeye waa lagu leeyahay markaa waa lagu leeyahay laakiin masaladaasu khatar bay noqoto malaha shar qaboojin baa sidaa loo yeelay baan u malaynaya إن سيد الله كلا سوعي أهي الله وحليه فإن كان هدو أهالي كان لدي مؤمن كيه من قوم قوم هدو كأهالي عدو أو عدو لكم إذن كإذن عدو وهو إساقنا مؤمن مؤمن أهي فعليه نكا دي كركي سوحا تحرير رقبة قرح رين تاب مؤمنة أو مؤمنة نكا روان مؤمنة ولكن قبل كيسو قاليهين المثل قبل كيسي سوى نحتو قال لقد لي هالكي لقد لي اسمه تسيس ama waxa weeye si kala isagoo islaamka la jooga la dilay daciidiisi wax magal siya male warasad ma aha ma dhaxli karaan qof muumina waxba la siin ma hayo mar hadii qoladiisi gaalay yihiin oo ina dimiyiin ahay hadii dimiyiin yihiin la magan galiyo dadka la dagan yihiin magtoodi waa la siinaya allah wuxuu leeyahay wa in kaana hadduu yahay ka la dilay min qawm qawm aduun oo cada walakum idinka idin cadawa wa huwa mu'minun mu'min oo yahay فعليه نكا وحدي لدوشي سوها تحرير رقبة قور حرين تيد مؤمنة أو مؤمناء هذا ما هينا قور حرين تيد ما هينا أدون لحرية ما هينا وحال السومي يا مركا لحدا ما الموت بال السومي وإن كان هدوك هذا نكا لدي لي من قوم قولا هدوك هذا بينكم وبينهم إذنك يقر لحدا هذا مثاب بلنا أي تهي والذميين فعليه دية مقبا دوشي سا مسلمة loo dhiibi ilaahay dadkiisa loo dhiibi dadkiisa la siinaya dimiyinta isagii waa muumin isagii waa muumin magtiisa baa la bixinay hadduu dimi yahay xataa magtiisa la bixin yuuna muslimiinta yuuna la magba noqonay hadduu dimi yahay gaala aynu nabadgelinay gaala aynu nabadgelinay uu yahay waa laga bixin magba laga bixin islaamka ba yuuna la mag haanin hadduu muslim yahayna kaba sii darano tii xurm uu leeyahay sharaf buu leeyahay waxa weeye dhiiggiisi duudsan laga dhigmaayo dhiigga muuminka oo hadud laga dhigaayo waa khatar wey in kaana hadduu ka haday min qowmin qolo baynakum wa baynahum idinkii iyaga dhexdooda misaaqun ballan tahay
فدية المقوية مسلمة اللود بإلهي تدكيسة إيا وتحرير رقبة قور حريكة مؤمنة ومؤمنة إلا روح الذي لوا مؤمنة فإن لم يجد هدانو هلين وحو خرايه العرب أواي أما لفتادي بواي سيدة هدير وكالي فعليه دشي سوحاء سيام الشهرين لبب الوطسون كون متطابعين أو إسرعسا توبة توبة ويو من الله اللي حقي سكاتي توبة نسبه هذا وحبكو فلمينه تاب الله توبة مستر بين لغوني سامرك أما توبة حالي توبة هايو ومستر حالا تائبا حالي يوكو توبة كاني بمعنو النغن وحويي والتوبة كانوا من الله اللي حقي سكاتي الله وكتوبة أقبلي مركة تتابعا هدي عذر دارو كلا بوجه هذي وحويي وسومي كريواي نور كمال مودو جه هذا وأفوري intii marka hore soomaa bu ku daba qabane kama kala booyin gabadha xayil haday ku yimaado markay daahiroodo halkii umbay ka sii wadi laakiin u kas haduu kala gooyo hal maalin haduu u kasoo afuro dib u kasoo bilaabayaa way fama talan inuu safra hata maaha si uu u afurin inuu safra maaha inta uu inuu safar ku kaba qadan way si uu kala gooyin allah wuxuu leeyahay fa lam yajid fama lam yajid qufkan helin wuxuu qareeyo فصيام الشهرين اللي ببلو تسنكو دوية متطابعين إسرع سن توبة حالو توبية هاي ومن الله اللي حقي سفاته وطوبة الله حق كاهتي وحوية الله بسا شرعيي ونكا أقبالي مركا قفك وحد له اي وحوية هدو خد أدي له حقي ورصد له دوا مكتل بحيني حقي الله لهانا وحوية وكفارة حقي ميت كمر هدي خد أدي له الله ميت وحبو كره اللي قالينه قيامها ما قبصناي هذو خذوا الدليل لكن كعمد قال الدليل كاسا خطرة قف مؤمنة دل كيسة الدنيا ده نقف مؤمنة دل كيسة كذرة قف مؤمنة دل كيسة وحوي خجبل وي قف مؤمنة وكسر في الدليل وها جبال وكان الله الله وحوه هذا عليما كي أق فلكين يدي يمام الكين حكيما وفلسنا شيء ولي مسجد وكوها بسنيها وهبس أفي عن الله ساسو حلقي كذا جدتك استدلة وقفت يسود له حلقي وكر ومن يقتل مرت قفك يدله مؤمنا مؤمن قفك يدله متعمدا حاله وكسيه كسبه يدلي فجزاؤه أبا الكيس جهنموه خالدا حاله وكواريه فيها جهنم الدحدادة وغضب الله ألا نوأو عروني عليه الدشيسة ولعنه ألا واللعنة يا رحمد كالنارينيه وعدوه الديار قري له قفك عذابا عذاب عظيما وين ايدا عجيب وين وهي علماء كمر ما وهي اسكو هيا علماء قال وحي لاهلين قفل قف مؤمن وكسد لي لا توبه له بي اصلبت توبه من بين التوبه بمن عبد الله بن عباس وكمل واحد توبه لي ما جرى ده ايدي باب سيده كو عذبا علماء قال وحي لاهلين مفسرين تا توبه لي هي ايده بدل احاديث فرن يا كيرا وحكمي ذا بحي عن شرك أهين الله وقع فا هدي لقى توبة كان وح شرك أهين شرك قلبي تادي لقى توبة كان مركز شرك بع هدي لقى توبة كان الله رافع ياي هدي كان هو شرك جب كسي وين تان ذو كتوبة كان هو رافع سدا سانة صحيح مركز محله معن آيدا قبل كيس واجه النمس وما هدي الأضل مرين الهوي هدو الله عقاب لها عقابته ومتيواتها لكن هدو توبة كان الله وكفرني ساسان علماء أبضان تحيوية إنه توبة له بالمثل عبد الله بن عباس ننباوته ويديي ننوحد لي وكسود لي توبة مليه ما يجي ننكلاو يميدو يجي ننوحد لي توبة مليه هاهدو عبد الله بن عباس بحاسي ذا أولئ ذا لي كاهوري يجي ننوحد لي توبة مليه ولمؤنا الدلين إنو الدلوش بيدوش ساسان أبو الشيء يقول لها كنبو الدلو قعنتي ويكرد عريدوش عبد الله بن عباس باسي ذا حكومي marka haasilku waxa weeye qof wax u kasu dilay dambi weyn ba halahaade haduu tooba keeno oo kafaaradiina bixiyo magtiina bixiyo ama la qisaas horta qisaas baa lagu yeelanaya marka hore wax kale lagu yeelan maayo qisaasti markii laga saamaxana magna uu bixinaya kafaaradiina waa la imanaya marka xaqiisi xaqi kale dilay baa wali u dhiman kaas aakhara suu'e adduunka xaqi uu ka baxay warasadii ama way qisaasteen ama xaqoodii buusiyay هدي على قصاصين مو كفار كفار ولا يمد لكن ولي ميت ما ماشي تاجر مركب وحلي رب اللي ما قتلني هذا بعي قدلي بعي قدلي مركب قفتي الله قدم بالدافع يوم كان قاتل كان اللي دلي مقتول كا الله دي ورحمة دي سوى بلالن تاعي
وحوى يقف كان واحد دليل هذا إلا عديس وبدن تؤاد وتوبك كانوا لا عفر بدن ماشى لا يمهدر دلكاس الله وكفرنا يا سبحانه وتعالى يقف في مركب وحى يسكفر توايو لا عنا الله إيمان وحنا دلي قف كاس أخذت الكتيرة ومن يقتل قف في دله مؤمنا قف مؤمنا متعمدا حاله كسيه فجزاؤه أبالكيس هديلا أبال مرينا يوم لقد نافين جهنم ويا خالدين فيها حاله قواري وغضب الله عليه ألا وأعرانيا ولعنه ألا ولعنه الرحمة وكرنين وعده الضيار قرن له قفك عذاب عذاب عديم ونوين يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيي إذا ضربتم مركات سعطان في سبيل الله ألا درت أسعطان فتبينوه بصدى تبينوه بصدى ولا تقولوها دهنا لمن أحد آيات داه رأي خضأه خدا اللي قد لي وحوقي سبب كادي وينو كتجمي عيادة خدا وحوقي لي الدنيا وحوها عياش بن الربيع عن الليلة وأبو جهل يشكهوية أهايين وريبني أمي ريبني مخزومة يا مسلم الغضي وأسوه جلو دي يوم كوسو آلي من الليلة هذا حارث ابن أنيسة إيا أبو جهل باكد بيمت بالمثل سقو ميل بورة شوغو كوكا بنايا يسو قبتين مركي لسو دافين ومدينة كلسو بحين intay garbad duuban bay garaaceen ninkii 100 ulood buu ku dhuftay ayash bin rabi'a wuxuu yiri kan waa walaalkay abu jahalii haritho meel ilaa hadan kaahir waa ku dili doona meeshii baa lageeyay ninkii ayash ah intoo hadana soo baxsaday madiinada harithki oo soo muslimay oo hijra ku socda yuu meel madiinada dhinaceeda ka helay isagoo uu muslimnimooday yuu kawkasi nabiga allah sheegay marka aayada hore سبب كي كنت مدرسة هاي جفتة، مركز دينك عياش بن ربيع جفت وكنت ليوني، مركز جفت كنت لكم الدواء إسكبرني هاي، وحكلو شريدة أسامة بن زيد بن أسامة، أسامة بن زيد، وكي يبغى الدجال قال لي نبي أدو ولا الدجال ما هو أحمد الكندي لي، نك مركز دم بمركز قال لي شابتي، ولا إريود نك يوجد بكل ورديش، والرسول بان لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول ما ضحك شيء أسامة. نبي قال الله شهري والمحاد الدشوري يا رسول الله وفوق بنيه وماذا قلبك يسجح حيني قلبك يسمى ذا شحيني لا إله إلا لو قربت هايو إن كلا مركز قفت ديلك وحيابها وي وسلام إيه وحان تمني يقول إن هدون إسلام ودي وهرش يا أيها الذين آمنوا وآية دمتم بمركز مداسي يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيه إذا ضربتم مركز سعطان في سبيل الله ألا الدرس أظلك أسعطان إذا ضربتم في الأرض في سبيل الله وضد لك فلانتان فتبينوا هفصدا روح أدمالك لك فلانتان ودقالك مركز كتيرين هفصدا أبليست وي معنى هفصدا إنه روح أسل مسلم يهي إنك لي ولا تقولوها لهنا لمن أحد هكود هنا ألقى في إليكم حقين السلامة إسلام مرهدي روح إسلام إذين موجسي لست متهد مؤمنا هده هنا مؤمن متهد هده هنا تبتقون إذين كو طلبية عرض الحياة الدنيا نولشان لو بدي عدد طلبية محايل ومفهمين محايل عند الله ألا كي سواها مغانم غنيمه كثيرة وتربضا من إن كان مسلم كشيغان كذي ميل شوغا محاد كدي ليسا غنيمه دي كلا عيدا كبدنا ترى أهتي وصامة مركا لين ميل أدي لتشوغا يؤيمان لين كوو قول الصحابة دي انت قول الله تقال مهن أدي اسك لتشوغا وكا صوهر إدت كي بغضي مركا سوري واد مسلم بانه هو السلام يهبت السلام عليكم بوهر لا إله إلا الله محمد رسول الله وابين تبالي رمضح على جشان arigina waa laga soo kaxay marka dadka muslimiintu marka socotaan war dadka iska dilina hufsada la leeyo oo ruuxa marka baa ku bilaabena afkana ka aqbala haddu la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah ila ka aqbala wax kale uga jeeda hadhayna way qalbiga allah baa ugu allah baa qalbigu mu'minimadi sa allah baa afka ka aqbala la leeyo haduna nishar wada baa ila hubay san baa ila ka dilaysan ya ayuha alladina amanu idha darabtum marka socotaan fi sabilillahi alla darti u socotaan والمجاهدين في فتبينوا عدايستا معنى هفسد وي ولا تقولوها لهننا لمن روح قل هنا القى توري اليكم حقنا السلام اسلام لما سو توري ويدي سلامي ولا اله الا الله يدي لست مؤمنا مؤمن متي هذا هنا اذا كنت تفرينا تبتقون حالا اضل بيسان عند اضل حياه الدنيا لو شان بدعه هذا الدلبين اضل بيسان فعند الله الا اكتي سوحا مغانم غنيمه كثيره وبنا marka waxa yar ninka miskiinkii haysto uma baahnidin maxal dilaysan kadalika sidaasad kumtum ahayd min qabl hor ahayd yani sidaasad hor ahayd macnaheedu waxa weeye
idinku markii hore gaalada hayday in la idin dilana ma idin jecelay ama markii hore sidiisa dahayd oo islaamnimadiinu ma muuqan islaamnimo qarsoon baad muddo ku noolaydeen oo islaamnimadiina la ogeyn ee markaa ninkii idin dilaysay noqonay idinku muslimo is og laakiin wax islaamnimo ayna idin ka muuqan hadii la idin dilay ka warran soo dhimaateen idinku ba sidaas islaamnimadiinu u qarsoonaan jirtay waxa weeyo ilaahayna waa idin badbaadiyay kan islaamnimadiisa qarsoon oo nin islaam la dhaqan ahayn du islaamnimo idin muujiyo hadilina la leeyahay idinku ba sabab baad ahaan jirteen kadaalika sidaas aad kuntum ahaydeen min qablo hor oo islaamnimadiinu saas u qarsoonay idinku ba sidaas in la idin dilo suuragal ahay famanallahu allah wuxuu idinku galladaystay calaykum dushiina islaamnimadii oo xoogaysato allah idinku galladaystay oo islaamnimadiinu muuqato famanallahu calaykum allah baa idin galladaystay wuxuu idinku galladaystay islaamnimo marka de qofkan haduu islaamnimo idin sheegay maxaa u dilaysaan weyn fatabayanu waa lagu celiyay hubsada cadaysta hadegdegina wax walba hubsiina la doonaya in allah la subxaanahu wa tacaala kaana wuxuu ahay khabiiran kii xogogaalo bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan haddaad dadka iska laysaan islaamnimada sheeganaya allah baa ugu weyn marka dadka hubsada inay islaam yihiin iyo in kale wallah subxaanahu wa tacaala.